بسم الله الرحمن الرحيم وبالنسبة لإشمام النون في تأمنا فقد تلقنت فيها ثلاث كيفيات الأولى يكون الإشمام أي ضم الشفتين في أول الغنة هكذا تأمنا الثانية يكون الاشمام في اخر الغنه هكذا تامنا الثالثه وهي الارجح عندي ويكون الاشمام في الغنه كامله التي هي للنون الاولى هكذا تامنا والله تعالى اعلم